احسب البطولات، اتكلم بالبطولات، اتكلم بالنتائج اللي بيتم تحقيقها على ارض الواقع، مش بتكلم مش كلام في الهواء. ممكن انا اعمل مداخله تليفونيه اقول والله انا لعبت او انا اعظم لعيب في العالم، انا ممكن اطلع اقول كده، لكن محدش هيصدقك، محدش هيصدقني لو انا طلعت كده واتكلمت في التليفون قلت انا اعظم لعيب، انا بالنسبه انا اعظم لعيب في العالم، محدش هيصدقني، محدش هيصدق، لان الورق بيقول غير كده. فلما تيجي تقول انت او اي حد يطلع يتكلم يجي يقول لك ايه اصل النادي الاهلي بيكسب مش عارف ازاي وبيعمل ايه، ما هو 40 دوري، 40 دوري كام كاس، انا بنسى اصلي والله، معلش يا جماعه اعذروني في الارقام شويه لان انا بنسى وعندي الاعداد ما حدش بيقول لي حاجه. ف ارقام كبيره جدا طب 36 متشكر جدا، 36 ده كاس، ده هنا بس في البطولات المحليه، لو اتكلمنا على البطولات الافريقيه 8 وان شاء الله ربنا يسهل. احنا بنتكلم بالارقام بالحقائق، ايه اللي بيحصل؟ النادي الاهلي صرف 200 مليون جنيه في التعاقدات بتاعته في هذا الموسم او في الانتقالات الشتويه. انت مالك؟ انت الناس مالها؟ النادي الاهلي صرف 200، صرف 500، صرف مليار، هو الناس مالها؟ الناس زعلانه ليه؟ الناس انا والله العظيم بقعد كده اقول لا اله الا الله، اقعد ابص في الورق والناس اللي كاتبه والتصريحات والبداع. صرف 200 مليون جنيه، صرف 500 مليون، هو بيصرف من جيب حد؟ ما بيصرفش من جيب حد. النادي الاهلي ما بيصرفش من جيب حد، النادي الاهلي بيصرف من جيبه، بيطلع الفلوس من جيبه زي ما وريت لحضراتكم كده من كام يوم، طلع الفلوس من جيبه وبيدي. استاذ خالد الدرندلي بيمضي على الشيكات بما انه امين الصندوق يعني. ف الناس زعلانه ليه؟ الناس متضايقه ليه؟ نفسي اعرف صرف منين، جاب منين. الجمعيه العموميه فقط هي التي تملك ان تحاسب مجلس الاداره لو شايفين ان هو بيعمل حاجه غلط، في جمعيه عموميه تتعمل يتم حساب فيها مجلس الاداره، لكن غير كده مش عارف الناس متضايقه ليه. النادي الاهلي صرف 200، صرف 500، صرف مليون، مليار، 200 مليار، ما حدش له علاقه. وطبعا في جهه اداريه، الجهه الاداريه هي اللي بتتحكم او هي من حقها ان هي تشوف الامور الماليه ماشيه ازاي في النادي. ومجلس الاداره في بيان رسمي، بيان رسمي طلع وقال لك ايه؟ انما احنا البيبان كلها مفتحه، اللي عايز يتفضل يتفضل في اي وقت، في اي وقت. فانا في حاجات كتيره جدا الواحد بيقعد يستغرب ويقول نفسي افهم، هو لما النادي اي نادي تاني بيصرف اكتر من 100 مليون ولا 150 ولا 300 مليون ولا 400 مليون، ولا حد بيتكلم؟ حد بيسال الصفقات دي ليه؟ ولا جاب الفلوس منين؟ ولا اللي اداها لك اداها لك ليه؟ ما حدش بيسال، ما لناش علاقه. الناس هنا بتدور على مصلحه النادي بس، لا تنظر الى ما يحدث خارج النادي. بنبقى عارفين كل حاجه طبعا، ولكن لا ننظر الى ما يحدث خارج النادي، لأن كل اللي يهمنا شيء واحد فقط وهو اسم هذا النادي، اسم هذا الكيان يظل دائما في يفضل عالي كده دايما. وزي ما قلت لكم هفضل أكرر الكلمة دي مليون مرة، أنا ما بقعد مع أولادي بقول لهم هذا الكلام، بقول لهم إن أنتوا لو هتلعبوا في الأهلي ولا ما تلعبوا في أي نادي تاني غير لما تلعبوا في الأهلي، الأهلي دايما بتلعب في حاجة واحدة بس. أو بتلعب عشان تعمل او تكسب شيء واحد فقط، هو المركز الاول في اي لعبه بقى، اي لعبه ما مش فارق معانا كتير يعني. وبالتالي مجهود دائما بيبذل علشان نوصل للي احنا عايزين نوصله من كل الناس. انا لما بقول مجلس اداره، لكن هناك لجان كثيرة جدا داخل النادي، هناك إدارات كثيرة جدا داخل النادي بتشتغل في كل الأمور، لعيبة كورة، لعيبة هاندبول، لعيبة طايرة، لعيبة سلة، كل حاجة، كل الرياضيين اللي موجودين في النادي بيشتغلوا لهدف واحد فقط وهو المركز الأول. في أندية تانية لو خدت المركز يعني لو فضلت في وسط الجدول كده مبسوطة، مفيش مشكلة، أنا لا أعيب على هذا الكلام بالمناسبة، لكن يعني ده كل واحد وتفكيره وكل واحد ومقدرته وكل واحد وإمكانيات اللي عنده. أصرف بقى 200، أصرف 500، أصرف 600، محدش له علاقة بالكلام ده.
محدش له علاقه انا بصرف كام. هو حضرتك وانا باجي اقول لحضرتك اديني فلوس علشان اشتري فلان او اشتري او اجيب صفقه ب 100 مليون ولا ب 150 مليون، انا اللي بشتري وبدفع من جيبي. يعني ما عندناش يعني تفكير في اي شيء اخر، هو شيء واحد فقط زي ما قلت لكم، احنا او مجلس الاداره بيتكلم على ان هو يجيب لعيبه تدعيمات يستفيد منها الفريق من خلال موافقه المدير الفني، المدير الفني وافق على فلان وعلان وترتان، جبنا حسين الشحات وياسر ابراهيم وحمدي فتحي مؤخرا وكل الناس اللي جت وجيرالدو ومحمود وحيد وكل الناس اللي موجود. الناس زعلانه ومتضايقه عشان انا بدفع 30 مليون ولا 40 مليون ولا 50 مليون. مش عارف ليه، مش انا يعني النادي الاهلي بيدفع. حاجه غريبه جدا والله. ناس فاضيه، ناس فاضيه اللي بتتكلم في هذا الكلام هي ناس فاضيه. يدفع 200 مليون يدفع 500، ما حدش له علاقه بهذا الكلام. الوحيد اللي زي ما قلت لحضراتكم او الجهه الوحيده اللي تقدر تعمل كده الجمعيه العموميه والجهه الاداريه. والجهه الاداريه الباب مفتوح في اي وقت، الجمعيه العموميه في الاوقات اللي هي عايزه تعمل في جمعيه عموميه تفضلوا يعملوا جمعيه عموميه ويشوفوا ويحاسبوا مجلس الاداره. لكن واحد يطلع لي من هنا وواحد يطلع لي من هنا وواحد يطلع لي من هنا وواحد يطلع لي من هنا، بس النادي الاهلي صرف 200 مليون جنيه. ما هو صرف 200 مليون جنيه علشان مثلا، يعني انا بقول حاجه واحده بس دي اللي انا شايفها قدامي، عقد الرعايه بتاعه كام؟ مليار تقريبا ولا 500 مليون حاجه كده؟ فيصرف براحته. طالما بيصرف في اوجه حقيقيه يستفيد منها الفريق او يستفيد منها النادي من الناحيه الانشائيه، ما حدش له علاقه. يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها. طيب